في خطوة اعتبرها المراقبون تاريخية، تعهدت الدول 193 الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بجعل قطاع الطيران يحقق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. إذ لم يكن تحقيق الاجتماع تجاه هذه الخطوة سهلاً، فالهند والصين جادلتا خلال محادثات مونتريال بأن شركات الطيران الخاصة بهما ستحتاج وقتاً حتى عام 2060 أو 2070 لتحقيق صافي انبعاثات صفرية. على الرغم من أن هذه الخطوة ليست ملزمة قانوناً، إلا أنها ستدفع الدول لجعل السفر الجوي أكثر استدامة، وتأتي أهمية هذه الخطوة على أكثر من صعيد. فمن جهة ارتفعت نسب الانبعاثات الناتجة عن نشاط شركات الطيران بشكل مضطرد في العقدين الماضيين، وإذا لم يتم ردعها قد تتضاعف لثلاث مرات مع حلول عام 2050. فصناعة الطيران تولد عالميا نحو مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، ما يعادل انبعاثات اليابان التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم. من جهة أخرى، لا تغطي اتفاقية باريس قطاع الطيران، وهو الأمر الذي جعل صناعة الطيران بطيئة في معالجة انبعاثات الكربون. ويرى الخبراء أنه للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية من قبل قطاع الطيران سيتعين على الشركات والحكومات استثمار مئات المليارات من الدولارات في طائرات أكثر كفاءة وتستخدم وقوداً أنظف، فيما يرى بعض الخبراء أنه حتى هذه الاستثمارات من غير المرجح أن تكون كافية، وأن المطلوب من الحكومات والشركات تبني سياسات إبطاء لقطاع الطيران.